رضوى 12 سنة يا رضوى، ما لم تكلف لم تكلف يكلف الإنسان شرعا فصيامك ده وانت صغيرة كده من باب التدريب، وما فيش قضاء عليكي لو انت افطرتي اليوم ده. وكان من السنة الطيبة انه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ربيع بنت معوذ، وكانت بتحكي ان هم كانوا بيدربوا الصغار على الصيام، وانت لسه لم يعني توصلي الى مرحلة البلوغ لتكلفي شرعا، يعني في هذا انت لسه صغيرة، فلو فطرتي وبعد كده يعني مش من باب الإزام، انت عايز تعمليها تطوع ما فيش اي مشكلة، من باب تدريب الصغار على الصيام ده وارد، وإن أنا أخد بإيد الصغير عشان يتدرب على هذه العبادة، ولو بتقسمها زي ما بعض البيوت بتعمل ما فيش أي مشكلة، وإن شاء الله أنت مأجورة. صحيح الإنسان ما بيبقى صغير الحسنة بتاعته بتكتب له، ربنا يفتح عليك يا رب.